يا مرحبا بكم مليون متابعي قناة محمد الغيثي. والله وحشتوني وحشتوني كثير يا أحلى وأغلى متابعي. تحياتي لكم من القلب من أعماق الروح على هذا الدعم الذي نتحاز عليه القناة. وبدعمكم إن شاء الله سنستمر ونقدم كل ما هو جديد في القناة. بس اعذروني هذه اليومتين أنا يعني تعبت كذا من الشم والطعم. أنت هاي ضاع عين. ما رجعش الطعم هذاك ولا الشم هذاك من بعد كورونا. الله يخارجنا ويشافينا وإياكم أجمعين. الحمد لله الدنيا بخير. راح اليوم أقول لكم يعني عن شخص طرح لي تعليق في القناة إنه أشتري سيارة ووصلت السيارة هذه عكس ما في الصور. يعني أشتري سيارة قال فيها كان دقة بالخلف تمام، ولما وصلت فيها دقة بالخلف وفيها دقة بالأبواب اليمين الذي حق الراكب، قال الباب حق قدام والباب حق وسط. وهذا الغلط يعني يحصل نادرا ما يحصل طبعا لسببين. إما يمكن يوم أشتري السيارة وهي جلست السيارة في مزاد كوبارت، فلأني سيارة جنب سيارة ربما يمكن الدحجة هناك السيارة أو الدقة عليه. وثاني شيء ثاني شيء سبب يمكن ان هي السيارة، شوفوا لما تبتحي بالمزاد يدوا لك الصور كاملة، ولما تجي شركة الشحن تبز السيارة من المزاد قبل ما تشتحن وتدخل الكونتيرة تمام، يصور لك كل الأضرار الذي بالسيارة، وين الدقة حقها، وين الأفخاش، لأن شركة الشحن حريصة جدا. وإذا حصل شيء من شركة الشحن أو الدقة السيارة عليك عبر شركة الشحن، شركة الشحن هي الذي بتتكفل وبتعوضك تعويض بالدولار يا عم، تعوضك بس عن طريق المورد الذي اشتريت منه. هو يطالب شركة الشحن يقول لها شوفوا بالصور قبل ما تشحنوا السيارة كانت السيارة سليم وصورتم لي من وإلى، قلت لكم حتى إذا بفخت صغير يصوروه. وإذا بقى أضرار يعني بداخل الشحنة وداخل الكونتيرة ما يشدش السيارة سواء أو الدقة أو بقى أي شيء، الشركة طبعا تعوضك، طالب المورد اللي اشتريت منه والمورد يطالب شركة الشحن وشركة الشحن تعوضك يا عمي. زلط. وإن شاء الله عما قريب راح أنزل لكم فيديو يعني أسعار فانتاستيك، يعني أسعار رخيصة جدا جدا جدا. راح ندخل ان شاء الله، ما ادري اقول لكم وهي، لكن ان شاء الله بالفيديو القادم راح تشوفوا سعر سيارات حلوه وكيفيه طريقه شراء السيارات من المزاد بالضبط وعن طريق من. وراح اكتب لكم الرقم التلفون حق صاحب المزاد واللي عايش حلاك وكل شيء ان شاء الله في الفيديو القادم. وانا يعني كيف اقول لكم، انا افدي القلوب حقكم اللي تدعموا القناه، ولا تنسونا من الشير واللايك. وتحياتي لكم مليون يا أحلى وأغلى إخوة متابعين. سلام يا حبايب.